السلام عليكم. بالنسبه لي ما جينا نطرقوا لواحد الموضوع اللي هو شفناه في يعني خصوصا في الدوله السعيده هذه انه كثر بزاف اللي هو التسويق الهرمي. كتلقى بزاف ديال مثلا الشركات او بزاف ديال الناس كيلقاو مثلا كيديروا التسويق الهرمي كانه شي حاجه شي حافز للناس، ولكن هو فقط يعني داكشي اللي كيكون وهمي. كيديروا مثلا كيوهموهم بلي هما غادي يربحوا ملي غادي يدخلوا، ولا مثلا فاش كيبداو معاهم خصهم حتى هما يدخلوا ناس كيبان لهم داكشي ساهل حيت كيشوفوا داك السيد اللي الفوق راه واصل، ولكن فاش كيبداو مثلا مع داك الشخص او مع داك السيد هذاك اللي كيدخلهم كيقولوا راه صافي راه كيتصدموا بلي داك الشيء راه صعيب، ها كيفاش غنقنع انا الشخص هذا بانه غيبدا معايا. كاين واحد الحاجه في التسويق الهرمي هو انه خصك اوبليج عليك انك تدخل جوج ديال الناس، ضروري خصك تدخل واحد واحد باش كيبقى ديك التوازن في الكفه. زائد التسويق الهرمي كيتسموا بعض الشركات يعني كيكون مثلا ما عندهمش ذاك المنتوج، مثلا عندهم فقط يعني منتوج اللي هو وهمي ما كيخليوك ما كتاوكش شي حاجه اللي هي ملموسه. زائد حاجه اخرين طبيعه الحال كما كنشوف حنا الشاب المغربي خصوصا حاس في البلاد السعيده هذه كتلقى مثلا ما لقاش خدمه انه فين يخدم او بحال هكذا، كيما مثلا كتلقى اخر ما قارش بزاف او بحال هكذا يعني كيحاول يفتش على شي حاجه على حساب الاستطاعه ديالو هو، كيمشي مثلا كيمين هذا الجانب هذا كتلقى مثلا كيبيع مثلا شي حاجه مثلا عنده في الدار باغي يبيعها مثلا باش يبدا هذا المجال هذا، ولا مثلا كيمشي يتسلف مع عائلته في الاخر كيتصدم كيف ما قلت لكم انه كيلقى هذا المجال هذا ما فيهش وصعيب عليه انه يدخل الناس. وزائد انه يعني كيجينا نشوفوا الجانب الديني انه حرام. زائد حاجه اخرى ما كرهناش يعني بالنسبه للدوله ان تدخل في هذا الشيء هذا، حيت صراحه كاين بعض الشركات ما خدامينش بهذا المجال هذا ديال التسويق الهرمي وكلشي مال ديك التسويق الهرمي بالنسبه للشركات كاملين. الناس كيمشيو بزاف ضحايا في هذا الاتجاه هذا لحقاش كيسحب لهم ريوسهم بلي راه مساكن غادي يعني الاحلام ديالهم يعني ما غيعرفوش حتى شي حاجه، يعني هما كيهضروا معاهم كيقول لهم بلي راه غتربح مزيان غتربح الفلوس الاحلام ديالك الطوموبيله الدار يعني بزاف ديال الحوايج بحال الامور بحال هذا، ولكن فاش كيجيو للواقع ولا كيجيو كيخدموك كيلقاو شي حاجه اخرى كيلقاو واحد شي بصفه عامه تنصب ديال بصح فهمتي. وكنتمنى هادشي كامل اللي يحبس حيت فريمون كيكونوا ضحايا اللي لا اله الا الله من هذوك الناس اللي عندهم اصلا هذوك الناس اللي كيجيبوا الناس اخرين كيكونوا هما اصلا ضحايا فهمتي، باش يخرجوا من باش هما هما ينجحوا ويجيبوا الناس خاصهم ينصبوا على الناس باش حتى هما يكون نفس الحاجه فهمتي. هادشي اللي خايب دابا، وصراحه كنتمنى هذوك الناس بين قوسين عافاكم ما تبقاوش ديروا هذه القضيه دي حيت راه صافي راه عقلنا راه الشعب صافي عقل هذه القضيه دي تفيق. بالنسبه للقضيه ديالهم مثلا اخر كيمشي لاي بلاصه مثلا او مثلا كيلقاه كيمشي كيمين الجانب هذا كيلقاه في اول حاجه كيوهموه كيقولوا حقا انت فاش غتبدا غدير فلوس ما تعيش بزاف مثلا، او مثلا بالنسبه للضمير راه ساهل وكذا، ولكن فاش كيف ما قلت راه فاش كيبدا في هذا المجال كيتصدم كيلقى بلي هادشي راه صعيب بزاف. وحاجه اخرى هو انه يعني هذا المجال هذا كيف ما قلت لكم راه الفوقاني هو اللي كيربح، اما السفلي ديما كيبقى في بلاصتو عمره اللي كيقول تحت عمره كيرجع للفوق، ديما الفوقاني هو اللي كيكون هو قلنا حنا راس الحربه فهمتي، هو داك الرئيس الاولاني الفوقاني ديالهم هو اللي مدير عليهم كاملين فهمت. هذه القضيه اللي كنشوف انا يعني صراحه يعني خصها تدخل الدوله في هذا المجال هذايا تحيد هاد الناس بحال هادو ما يبقاوش مع عندنا في هذه الدوله هذه او مثلا في هذا المجال هذايا. بالنسبه للتسويق الهرمي كيكون مثلا ناس اللي ما عندهم حتى شي فكره على لا التسويق لا الماركتينغ، عندهم واحد الشركه اللي وهميه كيبغوا انهم ينصبوا على الناس بالاسم ديال واحد الشركه مثلا اللي هي ما كاينش في ارض الواقع، فكيغروا للشباب انهم مثلا غادي يبداو غادي يربحوا واحد 5000 درهم 4000 درهم كاين اللي كيقول حتى مليون. الشباب بحكم ان بزاف ديال الشباب اللي عاطين العمل بزاف ديال الشباب اللي كيقلبوا على الفرصه ديالهم في هذه الارض السعيده فكيتغروا بداك المبالغ وبداك الاحلام اللي كيبقى يوهموهم بها، وكيمشيو ضحيه بزاف ديال الشباب يعني كيمشيو ضحيه لهذه الافكار هذه. كاين اللي كيسلف مسكين الفلوس يعني من والديه، كاين اللي كيبيع شي حاجه عنده موطور مثلا كيبيعو، كاين اللي كيبيع السياره ديالو امور بحال هكا باش انه يقدر انه يبدا في هذا التسويق الهرمي ويقدر انه زعما كيقول راه غادي يحقق الاحلام ديالو وغادي يصوفي راسو. لا التسويق الهرمي يجي شي واحد يقول لهم بلي راه يعني يبروبوزي عليهم ديك الفكره ديال سميتو يانولوي التسويق الهرمي لا علاقه يعني صراحه يبعدوا من هذا المشروع هذا، اصلا هو ماشي مشروع يعني غير كتخسر الفلوس ديالك ماشي حتى غتخسر يعني ما غتخدمش بصفه عامه، عطات شي واحد الفلوس ديالك ما بقاش دوك الناس يعقلوا عليك. كتلقى شباب مثلا المستقبل ديالهم في هذا البلد هذا سيرتو يعني في المغرب يعني كتلقى المستقبل ديالهم ما مفهومش ما كيشوفوش كيشوف واحد الرؤيه اللي هي ضبابيه المستقبل ديالهم، فكيجيو بحال هاد الشركات هادو يعني كيعطيهم واحد الامل اللي هو وهمي، غادي تسجل معنا غادي تلقى تربح 5000 درهم في الشهر الاول ديالك مليون امور بحال هكا. الشباب ملي كيسمعوا بحال هاد
هاد الوعود هادو الكاذبه فكيتغروا بها. كذلك يعني كيشوفوا داك السيد اللي هو مثلا اللي كنقولوا الفوق النصاب الكبير هذاك اللي كيشوفوه مثلا واسر ومو بحال من هذا التخربيق هذا فكيمشيو حتى هما معاه داكو. هذا هو التسويق الهرمي، كيكون ما كاين لا برودوي لا حتى شي حاجه، يعني كيكون داك الشيء غير وهمي. ما الشباب بزاف يعني كيتغروا بهذه الامور هذه. الحقيقه بكل مصداقيه.